حتى الآن بعض الذباب وبعض أصحاب الحسابات المشهورين على مواقع التواصل، حتى بعض المنابر الإعلامية فضائيات وغيرها، في تصوير يا أستاذ حمزة أنه الرئيس أردوغان مرتبك، فقد شعبيته، تركيا واقتصادها في انهيار، الليرة خلص ودعت، لذلك تركيا الآن تنازلت وغيرت كل سياساتها الخارجية مع دول معروفة، بدأت تتحدث عن تطوير العلاقة معها. كيف ترد على هذا الكلام؟ يعني هناك طرق عديدة للرد. الرد الأول، يعني بداية هذا الكلام يؤكد أن، يعني لا أريد أن أصفهم بصفات حقيقة، يعني التعبير التي يجب أن أستخدمها تعبير حادة، وأنا لا أحبذ هذا الأمر، ولكن هذا يؤكد أن قادة الذباب الإلكتروني، القادة السياسيين الكبار، هم غير صادقين مع أنفسهم أصلا، ومع السياسات التي يتبعونها، ومع التوجهات التي يتبعونها. إذا كانوا يرون أن تركيا عدو وأن أردوغان عدو، ولنفترض كما يدعون طبعا زورا وكذبا وبهتانا أن أردوغان سيسقط، لماذا لم يتركوه يسقط؟ السؤال هنا، لماذا أنتم بوجهة نظركم أنتم، لماذا أتيتم وأنقذتم أردوغان في اللحظة الأخيرة؟ لماذا تركتموه، لم تتركوه يسقط؟ وبالتالي هذا يؤكد أنكم لا تتبعون سياسات واضحة، تكذبون على أنفسكم وعلى شعوبكم. ليست تركيا التي تراجعت. إذا أردنا أن ندخل بالتطورات الحالية في المنطقة ندرك حقيقة، بس أستاذ حمزة سريعا أستاذ حمزة، أنا وصلني مقطع.